عيادة العيون. اعتادت عائشة أن تلعب بهاتفها الجوالي ولوحتها الذكية ساعات في اليوم والليلة من دون أن تعمل بنصائح أبيها وأمها. ومع مرور الأيام شعرت عائشة بصعوبة في قراءة الكلمات، وكلما قرأت قصصها المصورة أحست بإرهاق، فقررت أمها أن تأخذها إلى طبيبة العيون. انتظرت عائشة في قلق مع أمها في عيادة طبيبة العيون، ثم دخلتا إلى الطبيبة. سألتها مبتسمة: في أي صف أنت يا عائشة؟ أجابت: في الصف الثاني الابتدائي. وأين تشعرين بالألم؟ في عيني ورأسي، وخاصة عندما أقرأ دروسي أو قصص الأطفال. طلبت الطبيبة من عائشة أن تسمي الأشكال والصور من لوحة فحص البصر المعلقة في الجدار، فتعرفت الأشكال والصور ذات الحجم الكبير، ولكنها تعثرت في تعرف بعض الأشكال والصور ذات الحجم المتوسط، ولم تستطع أن تميز الأشكال والصور الصغيرة. أكملت الطبيبة بقية الفحوصات وجلست إلى مكتبها. سألتها الأم في حيرة وترقب: كيف حال عائشة؟ قالت الطبيبة بصوت يزرع الأمل في القلوب: اطمئني ولا تخافي، ستكون عائشة بخير إن شاء الله. ثم توجهت إلى عائشة قائلة: ستضعين نظارة في أثناء القراءة كي تحافظي على سلامة بصرك، ولن تشعري بالألم بعد اليوم، وستقرأين كل ما تحبين. ثم أضافت: ولكن يجب أن تحافظي على سلامة عينيك يا عائشة، ولا تجلسي طويلا أمام الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية. وبعد أن اعتادت عائشة نظارتها، زالت الآلام تدريجيا، وقررت أن تنظم وقتها وتنوع ألعابها.